كما تعرفون انتم باللي راهي ميزانيه الولايه ايوه هي تدعمها السلطات المركزيه تاع الولايه عن طريق صناديق. نعم. ميزانيه الولايه الوادي ميزانيه ضعيفه كما كما ميزانيه تاع الولايات الاخرى، ماهيش الولايات الضعيفه الاخرى كما ماهيش دوك هنا باش نتفاهموا في نقطه. أيوة. ميزانيه موش ضعيفه ولا هزيله، ولا كاين ولايات عندها مستوى كبير وولايات عندها مستوى اقل منها في من ناحيه الدفع تاع الدوله لهذه الميزانيات. هناك اموال تصرف، هناك نفقات اللي تقوم بها الدوله، ولكن احنا في ولايه الواد مازالت خاصتنا الدخل الدفع بمشاريع الخلاقه للثروه، تعاون ميزانيه الدوله، لان ميزانيه الدوله وحدها ما تقدرش تحل مشكل الشغل. نعم. ميزانيه الدوله وحدها ما تقدرش تحل مشكل التنميه في ولايه الواد. نعم. ميزانيه الدوله وحدها ما تقدرش تحل مشكل الاستثمار ومشكل التنميه بكل خطوطها في هذه الولايه. نعم. احنا ولايه الواد كباقي بولايات الوطن، احنا ديما تكون نظرتنا ايجابيه، انا نقول ولايه الواد استفادت من التنميه ولكن ليس بالقدر اللي استثمرت الولايات الاخرى فيه.